كل الخير راه طروازيام حتى واحد على سلامته على سلامته تسليم الجائزة للمتسابق الأول والثاني والثالث في الماراثون الدولي في نسخة 13 مدينة دار البيضاء بحضور والي جهة مدينة دار البيضاء. لحظة تسليم الجائزة للمتسابق الثالث المتسابق الثاني في هذه اللحظات حتى هو غادي يتسلم الجائزة حضور ناس مسؤولين لحظة تسليم الجائزة هذا مدركنا بز... خويا صاحبي صاحبي كل شيء يرجع للور ولا ولا هذاك تحنا التلفازه تحنا التلفازه تحنا التلفازه اسمح لي لحظه تسليم الجائزه للمتسابق اسمح لينا استاذ الله يحفظك اسمح لينا راك ما خليتينا ناخذوا حتى حنا راه احترمناك المتسابق الأول خدا جائزة ديال 60,000 درهم المتسابق الثاني جائزة ديال 35,000 درهم شوفوا المتسابق الثالث نادي الأجواء مشاهدينا ب بمركب محمد الخامس يعني هادو هما المتسابقين يعني اللي جاوا الأوائل في الماراثون في النسخة 13 ديالو الماراثون الدولي يتنظم في مدينة الدار البيضاء يعني جائزة ديال 60,000 درهم المتسابق الأول المتسابق الثاني جائزة ديال 35,000 درهم فهذه الأجواء مشاهدينا بمركب محمد الخامس أجواء جد رائعة بحضور والي جهة الدار البيضاء سطات Thank you.
باش ناخذ دان. كيف ما قلت لكم مشاهدينا، المتسابق الاول خدا جائزه ديال 60000 درهم، الثاني 35000 درهم، والثالث 20000 درهم. فشوفوا معنا ديال الاجواء مشاهدينا هنا بمركب محمد الخامس، غادي نحاولوا ناخذوا التصريحات ديالهم. غنوصلوا على نهايه هذا البث المباشر، نلقاكم بث اخر ان شاء الله مع التصريحات ديال المتسابقين الاولين.